السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو من سلسلة شوائل في الكبير الدارجة عندو على واحد الظاهرة زوينة اللي هي ظاهرة الشفق القطبي. فقبل ما نبدأ كنطلب منكم تشتركوا في القناة وتبارطاجوا الفيديو مع صحابكم اللي عجبكم، وشكرا. الشفق القطبي هو الألوان اللي كتبان في السماء في القطبين الشمالي والجنوبي، مثلا في دول بحال كندا والنرويج والسويد نيوزيلندا وأيسلندا إلى آخره. الظاهرة كتوقع فيها الشمس كترش الرياح الشمسية اللي هي عبارة عن جسيمات مشحونة على رأسها الإلكترونات والبروتونات. فاش كتوصل الرياح الشمسية للأرض كتلقى واحد الحاجز اللي هو المجال المغناطيسي للأرض اللي كيجمعها في الأقطاب تاعو القطب الشمالي والقطب الجنوبي. وفاش كيتسطحو الإلكترونات والبروتونات مع الذرات ديال الهواء كينتجو لينا أضواء بألوان مختلفة حسب نوع الذرات. مثلا ذرات الأكسجين كيعطيونا اللون الأخضر واللون الأحمر، ذرات النيتروجين كيعطيونا اللون الأزرق واللون البنفسجي.